بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الشعب التونسي، أنا فهمتكم وفهمت الجميع. الوضع يفرض تغيير عميق، نعم تغيير عميق وشامل. حزني وألمي كبيران، لأني مضيت أكثر من 50 سنة من عمري في التخريب، العنف واعتداء على الأشخاص في مختلف المواقع، ما نحبش نعددها، كله تعرفوها. طالب مزيد من الحريات، مش من عادات التونسي، وما نقبلش، وهذا حرام وعيب. وعطيت تعليمات كذلك، الكرتوش مقبول مبرر، العنف مقبول. عملنا جهود كبيرة، الفساد والرشوة ما زال أمامنا مجهود كبير. التعبير السياسي حرام وعيب. أنا فهمتكم، أي نعم قلتكم أنا فهمتكم. نحب نأكد أن العديد من الأمور لم تجري كما حبيتها، بكل صراحة كما حبيتها تكون. ولذا أجدد لكم وبكل وضوح، راني فهمتكم، لا رئاسة مدى الحياة، لا رئاسة مدى الحياة. تونس بلاد كل التوانسة، تونس كل شعبها يحبها ويلزم يصنوها، فلتبقى إرادة شعبها بين أيديها.